السلام عليكم. في شكل عجبني وحابب ان انا اعمله على الريفت كمثال، محتاج ان انا ادخله كصورة. اهوت اقدر اكبره شوية عشان اشتغل عليه. ممكن نعمله باكتر من طريقة، ممكن نعمله فاميلي، ممكن نعمله ميدل بليس، ممكن نعمل حوايط. خلينا نرسم حوايط كده. هقول له ارتكشر واقول له انا عايز ارسم وول، واختار ان انا ارسم وول دائري، وهبدأ ارسم الوول الدائري بتاعتي من هنا. تمام. طيب هقول له ارسم لي الوول من هنا لهنا كده مثلا. تمام. وابدا اعمل لها سيلكت واحركها سن صغيره كده. طيب عايز ابدا اخليها تتكرر هناك، فاعمل ايه؟ هقول له انا عايز، طبعا تقدر تغير المقاس من هنا زي ما انت عايز. لو انت عايز مقاس اكبر مثلا حاجه زي كده، ممكن اقول له انا عايز اعمل الري. طب كم نسخة؟ هما 6 نسخ. تمام. لأن 1 2 3 4 5 6. وأقول له بليز هنقل النقطة للنقطة ديت. تمام. طيب هما دول 6، الزاوية بتاعتهم قد إيه؟ الزاوية بتاعتهم 60، لأن 360 على 6 بتديني 60. طيب أجي أبص عليهم كده في 3D، طلع معايا بالشكل دوت. طيب أعمل سيلكت بقى عليهم كده وأقول له أنا عايز أنجروب فلتر. أقول له أنا عايز الموديل جروب، واختارهم كلهم ان جروب. تمام. طيب بعد كده هاجي اعمل سيلكت على دوت واقول له كوبي، واقول له سناب سيركل، واروح نقله لنقطة المركز هنا. اجي ابص عليه في 3D الاقي الشكل بتاعي اتكون زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. تمام. يبقى بقى لو انت عايز تعمل التريم، فتقدر بقى تيجي هنا على امر تريم، تقول له اقطع من هنا لهنا، وتقطع مثلا من هنا لهنا، وتقطع من هنا لهنا، ودي تشيل بقى الحاجات اللي انت عامل الحاجات الزوايا ديت، تطلع معاك بالشكل دوت. تمام. هتبدأ تقطع فيهم زي ما انت عايز.